اخذته من ستاربكس، بس هذا اطعم. انه اللي انت تسويه يكون اطعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنعمل لكم ستاربكس اللي مصنوع في البيت. فاول شيء انا حطيت واحدة ملعقة صغيرة كافي من هذا النوع او اي نوع انت تبوه، وكمان حطيت ملعقتين سكر من نفس الملعقة سكر، بس اتلخبط في النسكافو. وحنحط هنا موية حارة. دحين حصب صبوا موية حارة، مرة كتير تصبوا، شوية بس تصبوا غدي كده ويكفي كده. وبعدين نحركها، نقعد نحرك بعدين. بعد ما خلطنا القهوة نحط كاسة حليب قد الكمية اللي انتو تبوها واللي سويناها، ونحط ثلج بعدين نخلطه. بعدين نحط شوية من الكراميل، بس شوية كراميل في أي مكان انتو تبوه. الحين نصب القهوة اللي نحن سويناها، كريم، بعدين نضيف برضو ويب كريم. نضيف شوكولاتة باودر عشان التزيين، أو كراميل داكنة. هذا ايش؟ هذا فرابتشينو كراميل، بس من فوق اضفنا شوكولاته بدل الكراميل. كنا ناخذه من فين؟ ناخذه من ستاربكس، بس هذا اطعم. انه اللي انت تسويه يكون اطعم. وعليكم بالعافيه.